محمد عليك محمد شاهر محمد شاهر يعني حسام يعني. حسام لحظة عليكم. لحظة أشوف هذا الأخ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أخونا محمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. نعم معك معك. تفضل تفضل. كيف الحال حج وعد؟ اللهم ربي يبارك فيك. الله يسعدك يا رب. الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على جهودكم ما شاء الله. ويحلف عليكم اللي متحملين احنا اهل السنه والجماعه بصراحه. الله يبارك. الله يرضى عليك ويسعدك يا رب. انا بصراحه في حيره من امري، يعني صار لي فتره بتابعك وما شاء الله يعني كل شيء عندك فيه اثبات واثبات صحيح، ومش لاقي حدا بصراحه لحد الان يرد عليك من جماعتنا يعني السنه. لأي إثبات كلها نرد عليها، كلها شبهات نرد عليها، كل الشبهات. والله أنت لا سمحت خلينا أكمل معك. هل أنت من طلاب العلم؟ هل أنت من الذين يعرفون الردود؟ ما عندك. الحمد لله إني أنا أريد منك أنا أريد منك أنك تنصت نعم. لردودنا ولما نرد به. الآن هم يدعون أن النبي معصوم عصمة مطلقة وهذا يخالف نص القرآن والسنة. هل أنت معهم بخالف لأنه بضر بعض الصحابة؟ هل تدعي بضر بعض الصحابة يعني؟ القرآن يقول القرآن يقول عبس وتولى، القرآن يقول عفى الله عنك، الرسول القرآن يقول ما كان يا رجل يا رجل. كل هذه أمور تدل على أن أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأمور فيصيب ويخطئ، فإن أصاب أخره الوحي وإن أخطأ صوب له الوحي. يعني هو يقول لك أخونا، هو يقول لك أنت إذا تصير شيعي يعني تدافع عن النبي وتقول إنه النبي لا يخطأ، وإذا تصير سني يجب أن تقول إنه النبي يجتهد فيخطأ. يعني أنا أجتهد فأخطأ، ابن باز يجتهد فأخطأ، يعني أي واحد يجتهد فالنبي يخطأ. تدري شنو معناها؟ يعني شوف لا ولا يمكن علمه شديد القوة. أهم الله أكبر. أحسنت. إذا هذا الذي تعلم شديد القوة وهذا الذي شوف الله ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى شنو؟ حتى يحكموك فيما بينهم. أحسن زين. هذا اللي هو حكم يا أخي اعطينا مجال. لا يا أخي الله لحظة بعاشر عمي أخونا محمد لحظة. حتى يحكموك بس هاي الكلمة، حتى يحكموك الله وكيلك. حتى جماعة الرياضة لما شافوا الحكم اللي حكم المباراة يخطأ راح سواله فار. ليش؟ لأنه يريدون أنه الحكم اللي حكم مباراة ما يخطأ، والله جاب لنا نبي يخطأ. أنت ملاحظ الدماغ؟ أنت ملاحظ الدماغ؟ لا يمكن أن أخطأ عن إنسان يخطأ. صلى الله عليه وسلم إنما يعني كيف بدأت تبع إنسان يخطأ؟ مدرين. الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويخطئ. مثال أبو عائشة الصراخ ما بيجيب فائدة نهائيا، يعني الصراخ نهائيا ما بيجيب فائدة. إذا تسمح لي يعني تسمع صوتي ثواني. اسمح له أبو عائشة خليه يتكلم. رجل يريد يتشيع يريد يخلص. أنت ما أدري شنو سجان أنت؟ يخلص من ايش؟ يخلص منكم. بدي اضرب لك يخلص منكم بعيد عن الدين. تمام. يذهب الى جهنم يعني بصك على طول؟ وش ذا الكلام؟ انا اريد له الخير، اريد له الثبات على الدين الحق، لكن هو ما يريد. كل انسان اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. خلص رسالتك وصلت. خليه يتكلم الرجل. اي خليني احكي لو سمحت، يعني مثال صغير بس يعني بعيدا عن الدين. يعني خلينا نحكي احنا على مثلا نجيب ملاكم مثلا محمد تايسون يجي يدرب واحد زي لما انا اجي ادرب واحد. والله يا اخي ما يخليك تتكلم. تدري ليش؟ حتى والله يوم القيامه هذا المهم. بس لحظه ابو عاشه والله يا اخي محمد والله العظيم يوم القيامه سيقفون امام الله. لماذا؟
لما يأتي إنسان يريد أن يقدم على فعل الخير فماذا يفعل؟ يأتي الشيطان ويوسوس له. الله وكيلك هؤلاء ما يريدوك تتكلم، ما يريدوك تتكلم. يتكلم بالباطل، يتكلم بالباطل لا من نمنعه، يتكلم بالباطل نمنعه. يا زمان انت مين مين انت اللي تمنعني؟ انا بدك اللي عندي، انا لي حريتي اي بس اعطيهم مجال، مو هو حوار، خلي حريه للناس. يا ابو مش حوار اسمه يا ابو عاش، اسكت خلي الناس تتكلم. اسكت يا ابو عاش، خلي الناس تتكلم، اسكت اسكت. يلا تفضل اخونا محمود. ابو عاش طلبتك بس لما اركض خمس دقائق، بس خمس دقائق الى ان نكمل ويا الاخ. اي تفضل. يعني انا بصراحه انا اللي خلاني ابحث عن اي شيء ثاني غير عن صحيح بخاري ومسلم، الا وهو انه سيدنا رسول الله يبال واقفا، حاشا وكلا يعني انه يبال واقف، تمام. كان يقوم يفتح الباب وهو بيصلي، يقوم يفتح الباب لعائشه ويرجع يكمل صلاته، حاشا لله، هذا مش اخلاق نبي. في امور اختلطت علي يعني بصراحه، وغير هيك علم سيدنا رسول الله وراى من ايات ربه الكبرى، لا يمكن يخطا. لا تقدح في الرساله ولا تقدح في النبوه، وهذه امور كيف يسمع النبوة يا زلمة؟ أنا كإنسان عادي، تمام، وأنا بجيش مسمار في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما برضى عليه هذا. أنا ما برضاش أروح أبال على الواقف بعيد عن السمعين، تمام. فش حال في سيد الخلق ومعلم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله أكبر. كيف أنا بدي أقبل بهذا الشيء؟ كيف أنا بدي أقبل معلم يكون ناقص؟ هل على رسول الله؟ أنا لما إنسان لما بدي أقدم دبلوم، لما بدي أقدم شهادات عليا، بروح بتوقع أفضل أستاذ عشان يعلمه عشان ينجح، كم بالك أستاذ البشرية اللي الله عز وجل اختاره وخلق الأرض والسماء كلها عشانه؟ لا هو الله يقول وما كنا معذبين. اسمع، حتى نبعث رسولا. الآية الأخرى أو اللي يقول وأنت فيهم، شنو الحديث؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليعذبهم وأنت فيهم. يعني هو النبي أساسا يمنع العذاب، يمنع العذاب، فشلون بعدين هو يوقع بالعذاب؟ يعني قضية نرد عليه 100%. لسه في كمان تعليق عندي. إيه أبو عاش، بس خلي يكمل الرجل، لسه ما عرف من رسالته. وأنا صغير فكنت يعني لما كان يوصفون الله عز وجل إله إيد وإله أجر وإله ذان وإله عين وإله أصابع وبنزل وبطلع، أعوذ بالله طبعا. كنت أتخيل مثلا أنا طفل صغير مثلا بحب سيارة بي أم، كنت أتخيل إنه الله راح ينزل يجيب لي إياها، قسما بالله زي ما بحكي معك هذا وأنا طفل، يعني هالقد تفكيري، وأتخيل ربنا إنه نازل يجيب لي إياها وبده يطلع، تمام؟ قسما بالله العظيم، أنا من الأردن أول شغلة، تمام، أصلي فلسطيني، وأنت عارف يعني ما فيش إلا شيء نهائيا. يا أبو عائشة خلي الرجال يتكلم، والله أنت أنا أنصحك تروح للطبيب تقول له اعطيني دواء مال حكة، هو ينطيك دواء مال حكة بلكي تسكت. تمام. أنا يعني من أحد الأسباب اللي جيت بدي أنا عشان أشيع، تمام، اللي هو أبو عائشة. الله أكبر. إسماعيل ضد الدجالين، يعني بصراحة أنا بالنسبة لي زي هيك دجل. الله أكبر. مقاطعة بشكل عام، تمام، تدليس في الكلام. طبعا أنا من ناحية إنسان منصف عشان كمان هيك صغيرة. أبو عائشة، فيش إنسان بتحول من سنة لشيعة إلا إنسان مثقف. اللهم صل على إنسان منصف. والله ما عندك ثقافة، ما عندك ثقافة. لو عندك ثقافة أنا شكرا لك عادي، هذا بالنسبة لك أنت شو اسمه. أسألك السؤال، أسألك رأيك ما بهمني كثير يعني. شوف إله الشيعة معدوم، ما عندهم أحد إله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت المعدوم. لا سمع لا بصر لا يرى، سبحان الله، هذا إلههم معدوم. أما أنا إلهي الذي كيف لا سمع لا بصر صفات تليق به، له صفات تليق به. طيب هسه صلوا على محمد وعلى محمد. ابو عاش اللهم صل على محمد وعلى محمد. هل انت مستعد الان؟ انت سمعت وهذا
هذا هذا حلقة دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، هل مستعد أن تعلنها وتصرخ بها قربة إلى الله تبارك وتعالى وتركب سفينة النجاة؟ والله قال مستعد يا الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تفضل سيدنا سيدنا اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن الأخ إبراهيم من الأردن، الآن الأخ إبراهيم من الأردن، والآن الأخ محمد من الأردن. يا الله اللهم ربي يستر. يا الله ابو حيدر، ابو حيدر الاخ، الاخ ابو حيدر الاخ ان شاء الله. ابو عائشه معود لا حطوا قد موت، ما عندنا ضمان ابو عائشه. اكتب اكتب ابو حيدر مستقبلا تكون ابو حيدر ولا حيطقوا يموت هذا الرجل. يا عباد الله ادركوا الاردن. يا الله اخواني نستقبل هذه اللحظه الفارقه في حياة الأخ الكريم، وحقيقة أقول في حياتي أنا، حياة سيد ميثم والأخ أبي كريم، لأن هذا رجل يعني الله ورسوله. أي والله هذا قرار ليس قرار سهل، قرار صعب الانتقال. أخواني كل هذه تجدون كل هذه المعاناة وكل هذا، فالآن قرر أن ينتقل إلى سفينة النجاة، إلى حيث النفس المطمئنة، إلى حيث محمد وآل محمد. فضل سيدنا الكريم بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا الله اللهم صل على محمد محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أخونا العزيز الفاضل أخونا أبو حيدر، إذا تسمعني قل معي، قل معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناؤها وأبناؤه المعصومين حجج الله، أولياء الله وحججه على الأرض. أحسنت. واليهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. وليهم وأبرأ من الله إلى أعدائهم ولعنة الله على أعدائهم. أحسنت أحسنت أحسنت. اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرفة عين. اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرفة عين. في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بفضلك وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عائشة صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادم هذه النعمة يا رب العالمين. اللهم ادم هذه النعمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب. اي تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. إيه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه حتى الصلاة على النبي صرنا نعرف نصليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال ممكن؟ ما شاء الله ما شاء الله. ثواني شوي بس خليني أكمل، خليني أكمل. يعني سيدنا كل الكتب التاريخية كتب الحديث. أبو عائشة خلي كمل وتجي. أبو عائشة لحظة لحظة كبيرة. أبو عائشة لحظة خلي كمل. كل الكتب التاريخية حسب قراءتي واستطلاع للكتب التاريخية، سيدنا رسول الله أوصيكم بآل بيتي خيرا، وأنت شو سويتوا في آل البيت؟ أوصيكم بآل بيتي خيرا، أوصيكم. وفي القرآن الكريم لا أسألكم في المودة، لا أسألكم عليها أدرى إلا المودة في القربة. ماذا فعلتم في قربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما في ولا صفة تمام من صفات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أي أحد من الصحابة. يعني مش عارف أنا ليش شو مسوي لكم، يعني هو أو ماسك عليكم ممسك أو كذا أو ماخذ، يعني مش عارف قاتل أحد من أبائكم. يعني دقد يا زلم. أنا حتى أنا وأنا سني كان كنت أسمعهم قال تلعنش يزيد، يعني في حدا ما بلعن يزيد قاتل ابن بنت رسول الله. يعني غير هيك
رغم أنف أي مسلم بدك تصلي على محمد وآل محمد في صلاتك، وإذا ما صليت على محمد وآل محمد في صلاتك صلاتك باطلة. طب مين محمد وآل محمد اللي إحنا بنصلي عليهم؟ هل هي الشغلة واسطة؟ أكيد مش واسطة، إذن هم مسويهم مقدمين شيء عظيم للإسلام وللدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني حتى أرفع الضغط، أرفع الضغط. الدكتور محمد متروك تبرع ب 162 دولار، وكذلك الأخ أحمد، السيد أحمد الرضوي تبرع ب 100 دولار، والأخ حسن أبو علي تبرع ب 250 دينار كويتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك خلينا ارفع الضغط، خلي ارفع الضغط وياك. هذه فرصة عظيمة اخواني. شوفوا اخواني، بس قبل ان يرتفع ضغط الاخوان، والله اخواني اليوم سيد ميثم اليوم اجى من كربلاء، فسولف لي، خلي اسمح لي أسالف أحكي لكم هذه الحكاية لي. السيد مشى بالطريق تعب، وجد أنه في كوفي، يعني الذي يشرب قهوة وكذا، فكان عنده 25,000 دينار عراقي، فقال لأبو القهوة أنه الطالب فلوس، قال له ما عندك فكة، يعني سمها بالعراقي خردة. فواحد من هذا قال له واصل سيد ميثم، واصل يعني حسابك علي، أنا بدفعه بالعراقي. فالسيد ميثم قال له أنه لا ما يصير. قال له والله سيدنا حناجرنا بحت، ومن الدعاء لكم أسأل الله أن يبارك فيكم. ثم بعد ذلك مد يده إلى جيبه فبدأ يحسب بالفلوس، يحسب، وقال له هذه 1,000,000 دينار عراقي تبرع لهذه القناة لما تساهم. قال له شو اسمها؟ قال له ما أريد لا اسم ولا هاي، الله سبحانه وتعالى. أقول إنه القناة اللي يتابعها من أمثال هذا الأخ الكريم مستقبلا يقول راح أصير أبو حيدر إن شاء الله. شوف الله أكبر، هذا ما أريد أقف عنده. شوفوا إخواني، شوفوا نية هذا الرجل المستقبلية، نيته أنه أنا أصير أبو حيدر، أنا أدافع عن حيدر، أنا أتكلم بالدفاع عن حيدر، أنا فخري أن يكون ابني حيدر. شوفوا هذه النماذج التي نبحث عنها، هذه النماذج التي نرفع رؤوسنا بها، هذه النماذج الذي عندما نقف أمام الزهراء عليه السلام نقول سيدتي هذا الأخ أبو حيدر مستقبلا إن شاء الله أبو حيدر، هذا هو الذي ساهمت القناة ولو بشيء بسيط في ركوبه سفينته. أسأل الله أن يرحم البطن اللي حملته، أسأل الله أن يبارك في والديك، أسأل الله أن يجعل منك بذرة إن شاء الله تنشر النور، أسأل الله أن يرزقك الزوجة والأولاد الحلال بحق محمد وآله، أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وأسأل الله أن تكون دائما معنا صوتا يدافع عن محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكركم والله، يعطيكم ألف ألف عافية ويغفر لكم الله ذنوبك يا الله. اللهم ربي يبارك فيك، رحمة الله على والدك. الله يعطيك. اي ابو عاش، نفسي احكي لكم بس شغله واحده. اي تفضل، عشان يعني هيك لم لي شويه حسنات يعني لما انا قاعد. بس اللهم صل على محمد وآل محمد، نسمع صلاه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام بس عنده دقيقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو الموضوع اللي أنا بدي أفتحه، تمام، يعني سيدنا علي بن أبي طالب لا قرأ القرآن بخمس ساعات، ولا صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء، ولا بيّن عليه كل هذا الإشي، بس إحنا في الأول وفي الآخر اللي بيّن لنا الأفعال، بيّن شو الأفعال هذا، مين هالبطل اللي كان في المعركة يشارك، وين الأبطال اللي بيحكوا عنها، مين هم الأبطال؟ إذا في أبطال في العالم هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فهمت.
فقط. يعني يعني اكثر ناس ايمانا اضرهم في المعارك. ماذا فعل علي بن ابي طالب عليه السلام وماذا فعل البيقون؟ هل هو ميزان؟ مش القراءة، قراءة القرآن مش ميزان، والصلاة مش ميزان. هذا الصلاة بينك وبين ربك، قراءة القرآن بينك وبين ربك. في الشدائع أنا أكون أعرف فيها، في الشدائع لن أكون أعرف فيها. اللهم صل على محمد. اللهم ربي وفقك. وهذا أحد الأخوة أيضا الآن تبرع أيضا بهذه المناسبة، مناسبة زينب عليه السلام. أسأل الله أن يبارك بيك ورحمة الله على والديك الأخ، مستقبلا إن شاء الله. أبو حيدر الأخ محمد كان معنا من الأردن، رحمة الله على والدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخونا أبو عاش. عليكم بس الأخ أبو علي، بس أبو علي، بس أبو علي عنده دقيقة بس، لحظة أخوان. إيه بس أبو علي، أبو علي لأن سبقكم. أبو علي تفضل شيخ أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تجين الطالب. الآن والله شيخنا، الآن أقدمك شيخنا بيعة الحوار، وبعد أنت تفضل إن شاء الله. تفضل مولانا ابو علي العنزي. الله يعزكم ان شاء الله حجينا، موفقين ان شاء الله على هذا التوفيق العظيم واللطف الخاص من الله تبارك وتعالى، ان هذه الاصوات الجميله وهذه الاصوات التي تضح بنور اهل البيت رغما على انوف النواصب، ومن اراد ان يضحك في القناه فهو الان يبكي حينما يسمع هذه الاصوات وهي تصلي على النبي واهل بيته صلوات الله عليه. أود أن أذكر بعض يعني جزئيتين بسيطتين. أنه قبل قليل ذكروا أنه أن النبي صلى الله عليه وآله يخطئ في كثير من الاجتهادات. جيد، أنا أريد من الأخ أبو عائشة أو الأخ حسام أن يذكر اجتهادات عمر التي أخطأ فيها، اجتهادات عمر بن الخطاب التي أخطأ فيها، وهذا يعني حق مشروع. كما أنكم خطأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وقلتم أن النبي قد أخطأ في 23 موضعا، فعليكم أن تذكروا اجتهادات عمر الخاطئ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد شهد الله تبارك وتعالى في كل شيء من جوارحه. قال الله تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، يعني زكى بصره. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى فؤاده. قال: ما ينطق عن الهوى، زكى لسانه. قال: وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه بأكمله. الله تبارك وتعالى أفضل مخلوق على وجه الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة هو محمد بن عبد الله. الله تبارك وتعالى قال في حق الأنبياء: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام. قال: يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا زكريا أنا نبشرك بغلام. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال: يا عيسى أنت قلت للناس، ولم يقل يا محمد صلى الله عليه وآله. لذلك لعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح، بل قال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. إذن عليكم أن تلتفتوا إلى عظمة النبي صلى الله عليه وآله. ما هذه الأمور والسفاسف التي نسمعها للأسف الشديد؟ وأنا أقول يا حج وعد، والله لو كلفكم الأمر أن تستمروا بعنوان هذه الحلقة أنه عصمة النبي المطلقة، أو من الذي اخترع هذا العنوان بأن النبي معصوم فقط في التبليغ، والله الذي لا إله غيره ستسمعون الأصوات تجلجل وتنادي ثأرا لمحمد، وتدخل مذهب أهل البيت عليهم السلام وتعتنق وتركب سفينة النجاة. فاستمروا على هذا العنوان، وبارك الله بجهودكم ووفقكم الله للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الله يبارك فيكم، رحمة الله على والديكم. والله الخير يأتينا من كل مكان. الآن